عامل في الاعلام لان هي مش شغلتي غير ان انا 4 سنين يا دكتور مش شغلتك ده، في ناس بتطلع حلقه واحده زي حالتي انا كده بيبقى لا دي شغلتك لا بس احنا يعني انا يعني عايز اقول ان احنا الحمد لله يمكن في هذا البرنامج كان لينا موقف، كان يعني يمكن حتى موقف مع الكابتن محمود الخطيب طبعا ومجلس الاداره الحالي، وموقف مع برنامج عائله الاهلي كان موقف واضح، لانه انت كان دايما حضرتك طبعا كان دايما حضرتك تقول انه ما فيش حاجه اسمها اعلام محايد طبعا، وان لازم يبقى لي راي، واحنا كنا بنقدم الراي حتى الزملكاوي اللي كان معانا الراي باحترام في صدى رياضه استاذ احمد الخضري كان واخد نفس الموقف عن قناعه ان هو مع الكابتن خطيب، يعني حتى اللي يعني هو الاهلاوي اللي كان معانا وهو الاستاذ علاء عزت، الاستاذ علاء عزت احنا مشكين احنا شاكين فيه، هو معانا حتى دلوقتي على الهوا بجد الاستاذ علاء عزت وقاعد يسمعنا، ويعني طبعا هو طبعا انا هبقى متحفظ طبعا عشان انا يعني في انت في مشاكل بينك وبينه وانا كمان الاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي الكبير واللي كان طرف في السجال الاهلاوي الزملكاوي الجميل اللي صنعه برنامج الدكتور عمرو عبد الحق على قناة صدى البلد، الحقيقة كانت حالة محترمة من المناقشة الرياضية بروح رياضية فعلا وبروح أخلاقية راقية. يمكن احنا مختلفين مع الأستاذ علاء عزت طبعا دايما، لكن ما نقدرش نقول انه بيحب البلد وعمل علينا مؤامره وقعد هو تمام وبالمناسبه دي انا عايز اشكر مدام الهام وعمرو خياط ومعتز البطاوي على ال4 سنين، لان ال4 سنين يا استاذ ايمن ما حدش قال لي تقول ايه صحيح ما تقولش ايه صحيح. اكيد كنت بعمل مشاكل عشان كان عندي صحيح. صراحه وجراءه، عمرهم ما كلموني قالوا لي ايه ده اللي انت قلته اللي انت عملته المشاكل، ما كانش في اي حاجه من دي خالص الحمد لله. مساحه من الحريه هي اللي خلت للبرنامج. طيب نسيب علاء عزت الاستاذ علاء عزت انا بعد اذنك انا مش هتكلم خالص عشان ده يعني يدافع عن نفسه لمده 14 ثانيه، اتفضل يا استاذ علاء. مساء الخير يا استاذ ايمن، تحيات لحضرتك وتحيات لضيفك، انا ما اعرفش مين ضيفك. الدكتور عمرو عبد الحق عمران الاعلامي الكبير اللي اتاح لك الفرصه انك انت تطلع على قناه صدى البلد. انا مش متابع وبحب اقول للدكتور عمرو الدنيا دواره يا دكتور عمرو. ايه الدنيا دوار يعني ايه الدنيا دوار ايه جت الفرصه ربنا كدين اللي هو ايه ما انا مش عارف لما كنت تطلع اي مذاكره وانا موجود فيها كنت بتحيي المذيع مقدم البرنامج ودول انا مش عارف مين معايا مين الضيف بس انا انت واضح انك انت بره ما مش بتتفرج على البرنامج صح خالص انا لاول مره في حياتي اقاطع قناه النادي الاهلي لمده ساعتين ايوه عشان انا موجود صح طبعا ودي طبعا حضرتك مرحبا بيك ضيف لاول واخر مره في قناه النادي الاهلي. هو حضرتك خدت القرار ده بناء على ايه يعني؟ لا ده بناء على رد فعل الجماهير يا استاذ ايمن. الدكتور عمرو له كثير من التقدير عند الجماهير الاهلاويه. انا بتابع دلوقتي اكتر ميديا دلوقتي قد ايه جمهور النادي الاهلي غضبان. لا احنا مصدقنا استريحنا اللي بيعمله الدكتور عمرو اللي عمله طيب انت بس يعني بسرعه كده رايك ايه في الحاله اللي كانت معموله في برنامج يعني صدى الرياضه في وجودك كراجل يعني صحفي لك يعني انتماء او ارتباط بالنادي الاهلي من خلال عملك ومن خلال ما تعلنه الحقيقه، يعني يمكن انت حتى عضو في نادي الزمالك وابنك انا بجد يعني مدين بفضل كبير جدا جدا لحضرتك والله ان حضرتك لا العفو انا واحمد والله بجد هي غلطه انا ندمان عليها يعني معلش بس هي غلطه بس الحمد لله غلطه كانت مصلحتنا وبشكر الدكتور عمرو جدا الدكتور عمرو بجد والله العظيم بمنتهى الامانه ببساطته الشديده جدا وعفويته وتلقائيته خلانا انا واحمد كمان عفويين وتلقائيين جدا في الكلام، عملنا حاله والله انا ما كنتش متخيلها يعني يمكن لما كنا بنطلع كل اسبوع مع الدكتور عمرو كان بيبقى فيه رد فعل ايجابي كبير جدا، لكن بعد توقف البرنامج حسيت بقيمه الفقره دي كنا بنعملها. كمان حتى العروض اللي جات لنا من انا واحمد من اكثر من قناه لكن كنا رافضينها خالص، يمكن انا واحمد جالنا عرضين، عرض من قناه خاصه وعرض من التلفزيون المصري، لان احنا نفس الحاله ورفضنا. حاولوا كتير جدا بعض البرامج تعمل نفس الحاله لكن ما نجحوش ان يوصلوا للناس بالشكل اللي احنا وصلنا له ده، لان احنا كنا بنعمل فعلا بتلقائيه وكنا
بنهرج وبناخد الامور ببساطه شديده جدا جدا، رغم انفعال احمد في بعض الاوقات ورغم انفعالي انا في اوقات، والدكتور عمرو كان بينحاز لاحمد على حسابي رغم ان الدكتور عمرو اهلاوي لكن كان بينحاز لاحمد ياخدها على حسابي. لكن بجد والله العظيم انا يعني بجد يمكن اهم واسعد تجربه في حياتي هي اللي عشتها في صدى البلد بجد، يعني تجربه انا مدين ليها بالكثير جدا جدا. انا بقول لحضرتك يا دكتور عمرو والله حتى هذه اللحظه، كل الناس بتقابلني في الشارع وبيتكلمنا على البرنامج وزعلانين جدا ونسوهم البرنامج يرجع مره اخرى، وبيسالوني عن حضرتك وبيسالوني عن احمد الخضري كان البرنامج لسه وقت امبارح مش من اكتر من سنه او سنه ونص مثلا واقف او سنتين واقف. لكن فعلا والله يا دكتور عمرو فعلا احنا يعني أنا لا ازعم ان احنا عملنا حاجه، بس انا من رد فعل الناس حاسس ان احنا كنا حاله مرضيه عنها من الشارع، وده ذلك ان احنا كمان طلبنا في قنوات عربيه يعني قناه ابو ظبي الرياضيه بعد ما تابعونا اكتر من حلقه طلبونا انا واحمد بالاسم، وفي مباراه سوبر اهلي والزمالك رحنا عملنا حلقه هناك ثلاث حلقات وخدنا وقت اكتر من وقتنا بكتير. فانا بشكرك جدا يا دكتور عمرو وبشكرك استاذ ايمن جدا. استاذ علاء احنا اللي بنشكرك على هذه المداخله، والحقيقه هي كانت فعلا تجربه جميلة للروح الرياضية اللي احنا بنتمنى وكنا حريصين على انها تسود الحقيقة في الاعلام. يمكن في فترة كده في يعني توتر كبير، في ناس بتستغل الموضوع الاعلام ده بشكل سيء، لكن احنا الحمد لله كنا وما زلنا هندعم الروح الرياضية والاخلاق والمحبة. الحالة اللي كانت ما بين الاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي الاهلاوي الكبير والزميل العزيز الاستاذ احمد الخضري اللي اتمنى يعني ان برضه حتى اذا في فرصه ان هو يتدخل معانا بوجود حضرتك وبادارتك للحوار، الحقيقه كانت حاله جميله جدا ان شاء الله تتكرر قريب يا استاذ زميل. ان شاء الله تتكرر.